قال التلفزيون الإيراني مساء اليوم الأحد إن تقارير أولية أفادت بوقوع حادث هبوط صعب لطائرة مروحية كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في محافظة أذربيجان. وصرح مسؤول إيراني لرويترز قائلا إن حياة الرئيس ووزير الخارجية في خطر عقب الحادث، وأضاف لا نزال يحدون الأمل لكن المعلومات الواردة من موقع التحطم مقلقة للغاية. وقالت وكالة تسنيم إلى أن قافلة رئيسي كانت تضم ثلاث طائرات هليكوبتر، حيث وصلت طائرتان تقلان بعض الوزراء والمسؤولين بسلام إلى وجهتهما. من جانبها ذكرت وكالة إيرنا أنه تم إرسال 16 فريق إنقاذ إلى المنطقة، ولكن بسبب عدم توفر الطرق والظروف الجوية الصعبة وخاصة الضباب الكثيف من المتوقع أن تتأخر عملية البحث والإنقاذ. وبث التلفزيون الرسمي الإيراني يوم الأحد أدعية من أجل سلامة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. إلى هنا في هذه القضية التي سنواصل متابعة كل التطورات والمستجدات المتعلقة بها، وننتقل الآن إلى ملف الحرب. إذ دخل القتال اليوم الأحد يومه 26 بعد 200، فيما استمر القصف والاشتباكات العنيفة في شتى محاور القتال في قطاع غزة. يأتي ذلك فيما تصاعدت الخلافات في مجلس الحرب الإسرائيلي، إذ طالب الوزير في مجلس الحرب بني جانس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم السبت بالالتزام برؤية متفق عليها للصراع في غزة، تشمل تحديد الجهة التي ستحكم القطاع بعد انتهاء الحرب مع حركة المقاومة الإسلامية حماس. وأضاف جانس في مؤتمر صحفي أنه يريد من حكومة الحرب وضع خطة من 6 أهداف بحلول 8 يونيو حزيران. وقال جانس إنه في حالة عدم تلبية توقعاته فسوف يسحب حزبه من حكومة الطوارئ التي يرأسها نتنياهو. ولم يحدد جانس موعدا للانسحاب المرتقب. وقال مكتب نتنياهو في بيان ردا على جانس: بينما يقاتل جنودنا لتدمير كتائب حماس في رفح جنوب قطاع غزة، يختار جانس توجيه انذار لرئيس الوزراء بدلا من توجيه انذار لحماس. وأضاف: الشروط التي وضعها بني جانس معناها واضح، نهاية الحرب وهزيمة إسرائيل وإطلاق سراح معظم الأسرى وترك حماس كما هي وإقامة دولة فلسطينية، على حد قول نتنياهو. من ناحية أخرى، دعا وزير المالية بتسليل سموتريتش اليوم الأحد إلى وضع مهلة تحذيرية لحزب الله لوقف إطلاق النار بشكل كامل وسحب جميع قواته إلى ما وراء نهر الليطاني، وبحال لم تتم الاستجابة للإنذار فسيتعين على الجيش الإسرائيلي عندها أن يشن هجوما لحماية سكان الشمال، بما في ذلك الدخول البري والسيطرة على جنوب لبنان. وقال مصدر أمني إسرائيلي كبير ردا على أقوال سموتريتش إنه يقود خطأ استراتيجيا خطرا وعديم المسؤولية. وأردف المصدر: ما هي الخطوة القادمة؟ احتلال العراق واليمن. للاستزادة أكثر حول مجمل هذه القضايا ينضم إلينا في الاستوديو المحامي عادل بدير ناشط سياسي، ودكتور ثابت أبو راس أكاديمي ومحلل سياسي. أهلا وسهلا بكما. لكن قبل أن أبدأ الحديث معكما، دعونا بداية ننتقل إلى قضية أخرى متصلة بالحرب، وتحديدا قضية إغلاق مركز الطوارئ الخاص بالمجتمع العربي، إذ أعرب رؤساء سلطات محلية عربية عن استيائهم الشديد من وقف عمل مركز الطوارئ للدعم والمعلومات للمجتمع العربي الذي أنشئ مع بدء الحرب لتوفير المعلومات والخدمات الحيوية للجمهور العربي في إسرائيل. وأكد الرؤساء العرب على أنه في ظل تصاعد المخاوف من إمكانية اندلاع حرب شاملة مع حزب الله، هناك حاجة خاصة لنشاط هذا المركز. وفي الوقت الذي تحظى به أنشطة المركز المعدة لخدمة الجمهور العربي بدعم قيادة الجبهة الداخلية، ترى وزارة المساواة الاجتماعية التي ترأسها الوزيرة ماي جولان بأن هناك ضرورة لبحث جدوى عمل مركز الطوارئ
وصرف الميزانيات المتعلقة به. المزيد حول هذه القضية في المقابلة التالية مع رئيس مجلس كفر ياسيف المحلي. بشكل عام الوضع مش فيش استقرار. التأطير الحرب بشكل مباشر بالذات على كل المنطقة الشمالية والمنطقة الجنوبية، وبالذات احنا كوننا بشمالية البلاد عندنا بالفعل وضع صعب، وتأثير الحرب مباشرة على قريتنا كفر ياسيف. ماذا بخصوص الملاجئ في كفر ياسيف؟ هل متوفر ملاجئ ولا بحاجة لملاجئ، خصوصا يعني في منطقة الشمال في تخوفات كثير كبيرة؟ تقريبا احنا من دون ملاجئ، احنا بنفتقر الملاجئ بقسم كبير من مدارسنا، لانه مدارسنا انبنت قديم قبل عشرات السنين. طلبنا كثير وزارات المعارف والمختصين انه يعطوا ميزانيات خاصة لهذا العمل، على مدار السنين ما كانش في تجاوب منهم. انا كرئيس مجلس جديد بس شهرين صرت باعت رسائل اطالبهم بشكل فوري لاحضار على القليلة هاي اللي من بطون بيعملوها، بديش احكيها باللغة العربية، الامانيات ميجونيوت بيقولوا لها باللغة العبرية، لحفظ اشي من امانة الناس. الاوضاع جدا مش منيحة، في ضعف صار في المصالح، في الدكاكين، في خفت الاجر عن كفر ياسيف ولوضع الحرب اللي راهن. وزير مي جولان تدرس اغلاق مركز الطوارئ للمجتمع العربي على حد قولها بسبب تخوف من استعمال اموال المركز لاغراض غير لائقه، شو رايك بهذا القرار؟ هذا قرار مش صحيح، مش صائب، هذا قرار بضر بس الوسط العربي، لانه هذا المركز هو الهدف منه مساعده العرب واللي بحاجه لمساعدتهم في حاله الحرب. احنا بطالب الوزير بشكل خاص اعاده النظر بهذا القرار اللي مش ناقصنا خنق من قبل الحكومه لاتجاهاتنا، على اللي خلوا المحلات هاي تخدمنا قديش ممكن تخدمنا. قديش هذا القرار راح يضر عليكم كرؤساء مجالس؟ يضر علينا، لانه اذا هذا المركز من ناحيه عمليه ما كانش فعال واحنا بحالة حرب الضرر بده يكون مباشر. بناء عليه كمان مرة بتوجه للوزير والحكومة يغض طرد النظر بهذا القرار وتعيده المركز لنشاطه السابق. كداش هذا المركز بحاجة انه يكون للمجتمع العربي؟ طبعا بحاجة ماسي، بحاجة ماسي، لانه هذا مركز طوارئ واحنا بحالة طوارئ، شو ما كان عنده خدمات لا شك بنستفيد فيها بشكل كبير جدا. والآن إلى تعقيب وزارة المساواة الاجتماعية. من جانبها عقبت وزارة المساواة الاجتماعية بالقول الوزارة ليست ختما مطاطيا ولا صندوق أموال، خاصة عندما يكون هناك خوف من تسرب الميزانيات إلى المنظمات التي تفعل العكس تماما من تقليص الفجوات في المجتمع العربي. إلى هنا في هذه القضية، والآن نعود من جديد إلى ضيفي في الاستوديو، المحامي عادل بدير محلل سياسي، ودكتور ثابت أبو راس أكاديمي ومحلل سياسي. وأبدأ معك دكتور ثابت، هل بدأ العد التنازلي لحكومة الوحدة الوطنية خاصة بعد تصريح جانتس؟ أنا أعتقد الجواب نعم، ولكن نعم حابب أعلق بس على إغلاق مركز طوارئ. أولا أنا أعتقد أن القرار قرار سياسي، أنا أعتقد هذه الوزير ما يقولان عنصرية معروفة بمواقفها العنصرية، يعني عندما يكون 50% من مواطنين الجليل هم من العرب، أنا أعتقد أنه في التالي يخدم الدولة أن يكون لك مركز طوارئ برضو المواطنين العرب. الآن العد التنازلي واضح جدا أنه إسرائيل في حالة إخفاق مستمر في عدم تحقيق أهداف هذه الحرب، وفي التالي هناك من يجب أن يتحمل المسؤولية. جانس أولا لا يريد أن يتحمل المسؤولية، على فكرة يعني الطرفين متفقين على أهداف الحرب، ولكن كيف الوصول لهذه الأهداف هي هذه المشكلة. الطرفين برضو جانس بدوش دولة فلسطينية، يقول بده ينهي حكم حماس وأيضا أمور أخرى، ولكن كيف تحرير المختطفين وإلى غير ذلك، لكن كيف الوصول إلى ذلك هذه المشكلة. أولويات جانس يتحدث عن المختطفين، أولا إيقاف الحرب من أجل المختطفين، بعد تحريرهم إحنا بنستمر، ولكن هناك إخفاق كبير جدا أنه حكومة إسرائيل الطرفين لا يستطيعون التقدم حتى الآن، قيد أنملة في كل هذا الموضوع، يعني تحرير المختطفين يجب مع إيقاف الحرب، ولكن المعركة السياسية بدأت، ريحة الانتخابات واضحة جدا،
وغانتس يرى نفسه أنه بحضر، هناك في ضغط من الشارع قوي جدا عليه، ولكن أيضا يعني ما قطع الحبل مع نتنياهو. يعني غير مفهوم هذه القضية تاريخ 8/6 أعطيت أنت إنذار 8/6/8 حزيران، ولكن نتنياهو الآن يقول لا، أنت بتحاول، أنت بتتآمر أنت. فمجلس الحرب اليوم عمليا لا يعمل كما يجب. نتنياهو عنده أغلبية في كل الحالات، 64 عضو كنيسة بدون غانتس، ومش شايف أنه هاي القضية راح تأثر عليه. في التالي اللي راح يقرر هو الحراك الشعبي في الشارع. نرى ورأينا أمس السبت أنه هناك الحراك يتعاظم الآن، وأنا أعتقد أنه خلال أسابيع قليلة سنرى، وهذه الفترة الشهرين في هذه الدورة الصيفية سنرى أنه هناك الانتخابات على الأبواب والمعركة مع الشارع بالأساس. نرى الشرطة وما تقوم به من ضرب وعنف ضد المتظاهرين. لهذا السبب احنا امام شهرين كثير راح تكون ساخنات في المجتمع الاسرائيلي. المحامي عادل بدير، يعني غانتس في المؤتمر الصحفي البارحة سمعنا ماذا قال وصرح، بالذات تصريحه يعني بخصوص الاعتبارات الشخصية والسياسية بأنها قد بدأت تخترق قدس الأقداس، أمن إسرائيل، الأمن القومي في إسرائيل. طالما هو الحال كذلك، لماذا لم يعلن انسحابه في الحال؟ لماذا هذه المهلة؟ باعتقادي أنه غانتس يعني بالنسبة للبنود السبعة باعتقادي خمسة غير مهمة. نتطرق للبنود، لكن لماذا يعني لم يقم بهذه الخطوة في الحال طالما أن هناك هذه الاختراقات كما صرح؟ بوصل للنقطة هاي. الموضوع برأيي الكنبلي أو الموضوع الأهم هو تجنيد المتدينين. يعني باكر النقاط حسب رأيي ما في خلاف جوهري بين نتنياهو وبين غانتس، وكلها يعني مراوغات سياسية لكي يكسب كل واحد. نحن نعلم أن غانتس يعني يرى أنه في هبوط مستمر في استطلاعات الرأي، وذلك كان يجب عليه أن يخطو بخطوة لكي تكون من الطبيعي. يعني أي سياسي يقول يريد أن يعطي، هو يريد خطة يعني بديلة، يعني كي يعني كان أضحوكة لو قال إنه أنا بدي أعطي يومين أو ثلاث. هذا الموضوع إنه عطى لحد 6 حزيران هي عملية مراوغة لإعطاء إنه أنا بدي أعطي نتنياهو الوقت الكافي ومشان يقرر هذا الموضوع. ولكن الجواب قبل ما يرد نتنياهو كان واضح إنه في موضوع المتدينين بالذات لا يمكن أن يتنازل عن هذا الموضوع، لأنه النتيجة الحتمية سقوط الحكومة. يعني بن غفير وسموتريتش مش حذر بس او عطى ما يسمى التيماتوم، هو كانت على يعني على حدود المسبات والشتائم تجاه نتنياهو وعدم الاحترام، ولكن نتنياهو لم يسمع كل ذلك. والان طبعا نتنياهو كعادته رجع الى الامور الى اليسار، وان غانتس يدعم اقامه حماس، وجود حماس، يعني ما بده الأهداف الثانية كعادته يعني في هذه كل هذه المواضيع. لذلك أنا أرى أنه في الأيام القريبة هذه كانت درجة أولى من أجل الخروج من الحكومة، وفي الأيام القريبة سيكون إعلان عن الخروج من الحكومة من قبل غانتس وحزبه. دكتور ثابت، دعنا نتوقف قليلا عند الشروط الستة التي وضعها بني غانتس، يعني أو بداية نوضح للمشاهد ما هي هذه الشروط. وهنالك أيضا يعني تصريح لافت بأنه يرفض قيادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يعني وإن شئت أن أقتبس من قوله لا حماس ولا عباس كما قال في تصريحه. فتحستان نعم. أنا أعتقد أولا أنه في جديد، في الجديد هو ليس عند نتنياهو، الجديد أكثر وعند غانتس أن لا يوافق على إنه السلطة الفلسطينية كما يريد العالم، إنه السلطة الفلسطينية تستلم الأمور في غزة، ويقترح هناك قوة دولية عربية فلسطينية بمعنى محلية. هذا أولا. والقضية الثانية المهمة جدا إنه حقيقة إنه فيش هناك الحديث يدور عن الآن، يعني كيف بدنا ندور الأمور، لكن فيش هناك حل جذري لقضية اليوم التالي لما بعد الحرب. يعني عندما يصرح انه ضد، انا بحكي عن غانتس، انه ضد الدوله الفلسطينيه، ما الجديد؟ يعني اسرائيل في كالديساك في طريق بدون نهايه، في التالي له نهايه، ما له، مش مفتوح. فيش هناك اي امل يعطوه للشعب الاسرائيلي او حتى للشعب الفلسطيني. لهذا السبب انا بعتقد المجتمع الاسرائيلي يعيش ازمه سياسيه فكرية ايديولوجية. ما دام يعني واضح جدا العالم يتحدث الحل بدنا افق سياسي.
أما الشيء الجديد الآخر بصراحة بقولها بكل صراحة، إحنا بدنا نصل للعالم العربي، وعلى ما يبدو هناك في اتفاق مع السعودية، هذا أحد الشروط السبعة أو الأمور السبعة اللي بحكي عنها. كيف ممكن يعني السعودية أو العالم العربي يقفز عن القضية الفلسطينية ويرجع إلى الوراء وبدون حل القضية الفلسطينية، بدون أفق سياسي، وبدنا نعمل تطبيع مع السعودية؟ لهذا السبب أنا أعتقد أنه الطرفين لا يطرحان حل، لا نتنياهو ولا جنس في هذه المرحلة. نعم، نواصل النقاش في هذا المحور، لكن بعد الفاصل ابقوا معنا المشاهدون الأعزاء، نعود إليكم بعد قليل، ابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم مجددا مشاهدينا الأعزاء، ونرحب من جديد أيضا بضيفينا في الاستوديو، المحامي عادل بدير محلل سياسي، ودكتور ثابت أبو راس أكاديمي ومحلل سياسي. ونعود إلى المؤتمر الصحفي لجانتس، لكن هذه المرة لك المحامي عادل بدير. يعني جانتس في أكثر من مرة هدد نتنياهو وحاول أن يضع النقاط على الحروف كما يراها من منظاره الشخصي، والسؤال إلى أي مدى جانت جاد هذه المرة، خاصة وأنه قد حدد مهلة لرئيس الحكومة؟ الصراحة في الأول لا بد أن ندخل إلى شخصية جانتس. شخصية جانتس يعني في الفترة السابقة عندما دخل الحكومة، يعني نتنياهو كان واضح بشكل صريح جدا أنه يعني حاول استغلاله لفترة معينة، وحتى يعني تم نعته بالصحافة الإسرائيلية بالساذج يعني، ولا يمكن أن يكون يعني كمان مرة أنك تدخل في نفس المأزق وتكون ساذج أكثر من المرة السابقة. يعني كانت الأمور السياسيين المخضرمين أكثر، ليبرمان ولابيد، قالوا من البداية نحن ندخل في الحكومة عندما في حالة، في شرط واحد، أن يخرج سميتريتش وبنكفير من الحكومة، ستكون حكومة نوعا ما متوازنة من ناحية تفكير ومن ناحية كذا الأمور. جانس مع كل هذا لم يشترط أي شرط، ودخل يعني بحجة أنه يعني الأمن إسرائيل والحفاظ على أمن إسرائيل وعلى المواطنين وكل هاي الأمور. ولكن في النهاية هو يعلم شخصية نتنياهو، يعلم كيف يفكر نتنياهو. نتنياهو يستعمل كل سياسة لمصالح الشخصية، وعندما ينتهي من هذا الأمر انتهى. يعني كل المحللين وغانتس ولبيد وكلهم قالوا وجدنا رئيس الحكومة في ذهل كبير، كان يعني في حالة، في صدمة قوية بعد 7 أكتوبر. أجا جانتس أعطاه، وهو وغادي أيزنكوت أعطاه القوة اللازمة، والأمور بدأت يعني تستقر، حتى يعني كان ولا أي واحد من أعضاء الحكومة يريد دخول في لغزة يعني حتى في المرحلة الأولى، ولكن جانتس من البداية كان مصر أن يدخل. يعني بالنسبة يعني زي ما بكالوا في اللغة العربية، يعني الأسود أو العبد عمل شغله والآن يستطيع أن يذهب. والدليل على ذلك أنه لم ينتظر نتنياهو حتى نصف ساعة من هذا الأمور ورد عليه، يعني حكى له حكي أنه هاي الباب مفتوح يا عمي تقدر تتفضل. ليش طبعا بهذه الأمور في الحالة؟ في عندنا شغلتين. الشغلة الأولى أنه يعني سموتريتش وبن غفير قالوا صراحة انه احنا يا احنا يا جانتس. هسه في المعادله هي واضح انه نتنياهو يريد يعني الحكم او الوزراء او التركيب الحالي الائتلاف الحالي، لذلك باعتقادي ان جانتس عليه الذهاب في اسرع وقت ممكن والخروج من الحكومه، يعني بما لكي يحفظ ماء وجهه ولا الانتظار حتى دقيقه واحده. دكتور ثابت، يعني في سياق الحديث عن المصالح الشخصيه، الكثير من السياسيين يتهمون نتنياهو بانه يعني الكثير لديه من الاعتبارات الشخصيه من خلال اداره الحرب، مع ذلك نتنياهو يدير الحكومه يعني. نعم. وما زال قادرا على ذلك بالرغم من كل الازمات التي تعصف بها، كيف تقرا ذلك؟ يقولون عنا في العامية أنه رجل مع 7 أرواح، وأنا أعتقد نتنياهو حقيقة أنه سياسي فذ ويعرف كيف يدير السياسة، يعني ما كان ولا مرة رئيس حكومي هذه الفترة، أكثر من 12 سنة رئيس للحكومة بشكل متواصل تقريبا. هذا يقول كل شيء عنه. المشكلة مش في نتنياهو، المشكلة البديل لنتنياهو فيش في إسرائيل، هناك في شردمة سياسية في الخارطة السياسية. أنا أعتقد أن الكلمة اللي استعملتها في وصف جانتس صحيحة، إنسان ساذج سياسيا ولكن إنسان معروف عسكريا، هو قائد عسكري معروف جدا، فات على الحكومة على أساس أنه يظهر وكأنه بطل قومي
عسكري اللي بده ينقذ دولة إسرائيل ومش قادر ينقذ إسرائيل. يعني كان ممكن لو نجحت إسرائيل في أهداف الحرب في أهداف الضوضات الحرب كان ممكن يطلع له حصة من هذا النجاح، ولكن أيضا في إخفاق. الإخفاق على فكرة عسكريا هو برضه بيتحمل هسه مسؤوليته، وخاصة أنه الإخفاق مش بس في 7 أكتوبر إلا في 10 سنوات الأخيرة. لهذا السبب أنا أعتقد أنه الخارطة السياسية اليوم على فكرة راح تتغير. مش صحيح أنه جنس يجلس على 30 مقعد اليوم، هناك في كثير من المقاعد خارطة السياسية والأحزاب السياسية راح تتغير. حركة الاحتجاج لها ما تقوله قريب جدا. أنا أعتقد أنه رايحين نشوف تعزيز قوة حزب يش عتيد. يعني جنس لا يمكن قبل 4 مرات كان بشراكة مع نتنياهو، لحد الآن بخطئ نفس الأخطاء. لهذا السبب هو يسارع للخروج من التايتانيك قبل غرقها. لكن نتنياهو مثل نتنياهو راح يعني راهن على 64 عضو عنده بلوك من أعضاء الكنيسة مع المدينين ومع حزب الصهيونية الدينية، وأنا أعتقد أن هذا البلوك قوي جدا، مش راح يسقط في الكنيسة إنما سيسقط من الشارع. سموتريتش تطرق إلى، يعني دعنا نتطرق قليلا إلى تصريحاته. يعني التصريح أيضا لافت، هو ينذر حزب الله ويعطيه مهلة تحذيرية بشأن أن يسحب قواته وأن يتم إيقاف إطلاق النار وسحب القوات إلى ما وراء نهر الليطاني، وبحال لم يتم ذلك لسوف يقوم الجيش الإسرائيلي بما في ذلك دخول بري أيضا إلى جنوب لبنان. يعني هل فعلا سيتم ذلك؟ كيف تقرأ هذا التصريح؟ باعتقادي أنه من اليوم الأول لهذه الحكومة التصريحات هي نفس التصريحات، والعقول نفس العقلية، العقول والعقلية نفس العقلية، والتفكير نفس التفكير. وواضح جدا أنه لا، يعني أنا لست متفاجئا من هذه التصريحات. يعني سموتريتش كان من البداية برأيه أنه لازم نضرب غزة وأن ما يسمى وأن نسطحها على الآخر، وكمان ندخل لبنان، وكمان نضرب إيران، وكمان نضرب اليمن. ما هي أبعاد هذه التصريحات على الطرف يعني الآخر عندما يسمع هذه التهديدات مثل تهديدات سموتريتش؟ باعتقادي مثيرة للسخرية، مثيرة للسخرية، لأنه لا يمكن لإسرائيل، يعني المؤسسة الأمنية تقول يعني لا يمكن للجيش الإسرائيلي الحالي بالعددية وكمية وكيفية أن يحارب في غزة فقط. يعني هنالك يعني تقريبا ثلث الجيش موجود في لبنان على عمليات عسكرية محدودة. يعني كيف يمكن لذلك أن يحصل في أرض الواقع أن إسرائيل تقول ينقصني العتاد وينقصني المعدات والجنود؟ كيف يمكن أن تفتح يعني جبهتين في آن واحد؟ طبعا هذا الإنسان البسيط في الشارع يفهم ذلك. وكيف لقيادي يعني هو في حقيبتين معه، وزارة المالية ووزير في مكتب الدفاع، أو في بالنسبة لكل ما يتعلق في الأمور الإدارية التي أيضا يدخل، وهذا سبب رئيسي في الأحداث التي تحدث في الضفة الغربية، أن هنالك استيلاء كبير ومجحف على الأراضي الفلسطينية، وسبب كل ضرب المزارعين الفلسطينيين وشق الطرق، وكل الأمور هذه تحدث تحت إدارة سموتريتش. لذلك باعتقادي أن هذه الحكومة اللي ما يسمى يمين على المليان هي دمار لدولة إسرائيل، هي يعني أسباب كثيرة ممكن أو نتائج كثيرة ممكن أن تحدث عبر ذلك. منها ممكن أن يكون صدام قوي مع الأوروبيين، مع الأمريكان، مع كل العالم. يعني هذه الشخصيات باعتقادي هي استمرار لكهانة المتطرف، وكان من باب أولى أن هذه تدخل مش على الحكومة، على الكنيسة، لأنه حتى شمير المتطرف كان يخرج من القاعة عندما يدخل كهانة، فما بالك بأحفاده ويعني مستمرين طريقهم. غدا افتتاح الدورة الصيفية للكنيسة، هل تتوقع أن تكون فعلا دورة ملتهبة، خاصة وأن على جدول الأعمال قانون التجنيد، أيضا الإصلاح القضائي وغيرها، ما رأيك؟ نعم، ولكن مرة أخرى بدي أجزم هون أن إسرائيل لن تجرؤ على تعقيب. دخول تعقيب على قضية لبنان، لن تجرؤ على دخول الجنوب اللبناني واحتلاله. يعني إسرائيل كانت هناك 18 سنة وجربت وشافت أنه الدخول للبنان هو مش ليس نزهة. أنا بديش أحكي عن قوة حزب الله وكل هذه الأمور، لكن حقيقة
انه حرب مع لبنان هذه الايام، اسرائيل ستغرق كليا. اسرائيل حربت من حدود لبنان بعد 18 سنه، لن تجروا على فتح جبهه ثانيه حسب رايي. صار مش مدبر حالها في جبهه واحده في غزه كم يعني، لا تجروا على ذلك. الدوره الصيفيه راح تكون حاميه، انا بعتقد انه اسرائيل تتجه نوع في حاله استقطاب قوي جدا في المجتمع الاسرائيلي. الحكومه ستحاول حل بعض القضايا اللي حتى بقاس محكمه العدل العليا تطلب حسم موضوع ونقاش حول قضيه التجنيد. انا بعتقد هذه القضيه على المحك، وهي تحدث شرخا في المجتمع الاسرائيلي اولا. ولكن اسرائيل تتجه حكومه اليوم تتجه الى الرجوع خرمره الى الانقلاب القضائي، وتحاول يعني شوي شوي تفويت بعض القوانين وبعض الاصلاحات القضائيه اللي قلب نظام الحكم في اسرائيل. لهذا السبب نعم صحيح انها دوره راح تكون من شهرين صغير يعني قصيرة نسبياً، ولكن بسبب الحرب على غزة والانعكاسات والطلبات من المهجرين من الإسرائيليين في كان في الشمال والجنوب، اللي لازم منه دورة كل عشرات الآلاف موجودين في فنادق، ومطلوب إرجاعهم إلى بيوتهم حسب في الضغط على من أجل ذلك. لهذا السبب نعم هذه الدورة راح تكون حامية الوطيس. كلمة أخيرة المحامي عادل بدير، باعتقادي يعني تعقيب واستمرار لهذا النقطة لزميلي وصديقي الدكتور ثابت. باعتقادي إحنا ننسى برضو القضية الأهم، الاقتصاد في إسرائيل على سفة هاوية كبيرة جدا. بنك إسرائيل يعني يقدم الإنذار في هذا الموضوع بأن السياسة يعني في إسرائيل تسب على شبه انهيار. أضف إلى علاقات المعيشة، اليوم العائلة العربية تدخل إلى يعني الخضرة اللي تمشان تشتري خضرة ولا أمور بسيطة يعني بدها مبالغ عالية يعني أكثر من الدخل تبعيها. يعني باعتقادي أنه أنا هنالك إن سيكون انفجار كبير على النواحي الاجتماعية والاقتصادية والحقوق في داخل إسرائيل التي ليس هي بالأهم الأكثر. تصور أنه الإنسان أغلب المجتمع الإسرائيلي بأخذ القروض البنكية السكنية، يعني الإنسان زادت تقريبا 1500 شيكل على هذه القروض، يعني الناس وين يروحوا يعني في النهاية. بالتالي أنا أوافق الرأي أنه يا صديق الدكتور ثابت بأنه ستكون في النهاية انفجار سكاني، وستكون هنالك مظاهرات شرسة جدا التي ممكن أن تقلب الأمور على بشكل يعني كبير جدا. المحامي عادل بدير محلل سياسي، ودكتور ثابت أبو راس أكاديمي ومحلل سياسي، شكرا جزيلا لكما. شكرا. مشاهدينا الأعزاء، نخرج الآن إلى فاصل قصير ثم نعود لمتابعة فقرات حلقتنا لهذا اليوم. ابقوا معنا.